الطبعة الأولى للصالون الدولي للمنتجات الكهرومنزلية يعرف مشاركة عدد معتبر من المؤسسات الجزائرية، علامة تنوعت منتجاتها المحلية ما خلق التنافسية في الجودة والأسعار. هذه الطبعة تهدف لتقريب الزبون من المؤسسة. لو بي تاع صالون هذا شنو هو؟ سي كنبينو كاع واش كاين كون برودوي يتنخدم هنايا ولا يتنخدم في جوايع اخرين، نحطوهم ديريكتومون كوم اون فيترين ويجي الكونسوماتور يشوفهم يسييهم، يسقسي البروديكتور يسقسيه كيفاش مخدوم، اسكو كاين لا بيس دو روشونج سيرفيس ابخي فونت اكسيتيرا، ويبروفيت هنايا بلي ميور بروموسيون لي تاع المعرض. رفع نسبة الإدماج، ذلك ما تعمل عليه العديد من المؤسسات المنتجة دون إغفال جانب الجودة الذي يساهم في التصدير نحو الأسواق الأجنبية. جيون إلكترونيكس عندها une grande gamme de production qui dépasse les 215 produits avec un taux d'intégration qui diffère de 17% à 88%, ça dépend de la gamme du produit. Si on veut exporter vers des pays africains, on a eu des expériences et on souhaite développer cet aspect. واستجابة لبعض الزبائن الراغبين في اقتناء منتجات بالتقسيط، تشارك بنوك في هذا الصالون بما في ذلك توفير خدمة الصيرفة الإسلامية. المؤسسة العربية المصرفية عن طريق شباكه البراق يقترح منتج ممكن مرابحة، وذلك لاقتناء منتجات منزلية، وذلك حيث البنك يشتري هذه المنتجات بفاتورة باسم البنك ويعيد بيعها للزبون عن طريق صيغة المرابحة وهي صيغة شرعية. بين مشاركة مؤسسات عمومية وخاصة، يهدف الصالون الدولي للتجهيزات الكهرومنزلية للتعريف بالمنتوج المحلي، منتوج يلبي طلبات المواطنين بفضل وفرته وتنافسية أسعاره دون إغفاله لمراعاة معايير الجودة.